بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى فقرة جديدة مع بيان ليغ إي كومبخوندغ لتعلم اللغة الفرنسية. طبعا كنا قد وصلنا إلى هاد الصفحات، إذن كنا قد رأينا لا لاتر أم، ثم رأينا مجموعة كلمات متضمنة لهذا الحرف. طبعا هنا سنرى لا لاتر بي، لا لاتر بي كما رأينا مع كلمة بابا. إذن عندنا هنا لا لاتر بي كما نلاحظ بي بي. طبعا يكتب بهذه الطريقة، عندنا لا لاتر بي، إذن هكذا يكتب. إلى غير ذلك، مثلا لوروبا، 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 regardez là، voilà، c'est l'Europa، l'Europa. إذا نتكلم عن الوجبة. طبعا هنا لا نقرأها لوروباس، إذا عندنا هنا لوروبا، لوروبا، لوروبا. ماشي غو، غو، لوروبا، 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 إذا نتكلم عن الوجبة. طبعا لوروبا كومبخون لا لاتر بي، لوروبا كومبخون لا لاتر بي. أبخي أون بي أو أكسون إيغي كي سو برونونس بي، إذا عندنا بي ثم أو أكسون، أو أكسون إيغي، إذن هذه تنطق سو برونونس، يعني أنها تنطق بي، تنطق بي كما نلاحظ. طبعا عندنا هنا هذه أي، هذه أي، عندنا أي مع بي تنطق، عندنا أي مع بي تنطق بي. إذن طبعا نكتب هكذا. طبعا عندنا لا لاتر بي كما رأينا أنه يكتب بهذا الشكل، ثم هكذا، ثم مثلا هاد أو أكسون إيغي. إذن عندنا بي، طبعا سيتون سيلاب، إذن كما نتكلم عن مجموعة لفظية تنطق دفعة واحدة. ثم عندنا بو، أيضا حتى هي سيلاب، حتى هي نعتبرها مجموعة لفظية تنطق دفعة واحدة، لا يمكن تجزئها، لا يمكن أن نقول مثلا بو أو، بل تنطق دفعة واحدة نقول بو. إذن كما قلنا الآن لوروبا، لوروبا. ثم عندنا هنا بي بو، هنا بي بي، عندنا بي اي، بي اي تنطق بي، بي اي تنطق بي، بي في شيء من المد. إذن كما في كلمة لو بير، كما عندنا هنا لو بير، بي بي، إذن عندنا بي. طبعا عندنا او اكسون غراف، هادي او اكسون، هنا عندنا بي او اكسون غراف، هنا عندنا بي او اكسون ايغي. ثم عندنا بي او اكسون سيركونفليكس، اذا تنطق بي، بي. ثم عندنا با، بي ا تنطق با. ثم عندنا هنا غني ا préparer، René a pré pré pr tontak pré pré. ثم عندنا هاد او اكسون ايغي، اذا نقول pré pré par.
عندنا بي ا با بري با ثم غي غي عندنا ار اكسون ايغي تنطق غي بري با غي اذا روني ا بريباري لو روبا لو روبا دي بيتي دي اس تنطق اي اذا دي اذا تنطق دي تنطق هكذا دي. هناك بعض الكلمات طبعا في اللغه الفرنسيه هي قليله تكون لها قراءه خاصه تكون لها قراءه خاصه مثلا هذه اذا هذه تنطق اي عند تصريف لو فيرب اتر اذا اقول جو سوي ثم اقول تي هكذا جو سوي هذه باينه عندها واحد اس في الاخر ما تتقراش ولكن هذه تتقرا اي اذا نقول تي انت او انت او نقول مثلا الي اذا هذه تتقرا حتى هي اي ايل اي او نقول الي يعني هو هي نقول مثلا الي مثلا لا يعني هو موجود هنا او نقول الا لا يعني هي موجودة هنا او نقول الي مالاد يعني هو مريض او نقول الي مالاد يعني هي مريضة هي مريضة نقول مثلا الي مالاد يعني هي مريضة اذا هي كما نقول لا نقول هنا مثلا باش تبان لنا هذه المسألة اذا رجعنا للماضي غنقولوا هي كانت مريضة لكن هنا نتحدث عنها لكن هنا نقول ان هي الان مريضة اذا طبعا ممكن نضيف مرا هذه العبارة الي لا يعني هي موجودة هنا او نقول الي مالاد يعني هي مريضة او نقول الي مالاد يعني انه هو مريض مثلا نقول تي مالاد انت مريض او انت مريضة اذا طبعا عندنا هاد اي ديال اتخ ديال هاد الفعل هذا لو فيرب اتخ هذا غنعرفوه من بعد اذا نقول جو سوي تي الي يعني هو ثم غنعرفو نو سون فوزيت ايل سون هذا غنعرفو من بعد اللي تهمنا هنا ان هاد او اس تقرا اي ثم عندنا هاد او اس تي تقرا اي تنطق اي ومن هاد الكلمات مثلا كلمات دي عندنا هنا لا لاتر دي كما نلاحظ ثم عندنا بعدها او اس تنطق اي اذا طبعا الكل ينطق دي الكل ينطق دي اذا نتكلم عن غوني ا بريباري يعني ان غوني انه هيئ طبعا لو فيرب بريباري هو فعل هيئ غوني فوالا سي غوني ا بريباري ا بريباري لو روبا لو روبا ا بريباري لو روبا كما لو فويون غوني a préparé le repas des petits. Et donc, René, هيأ وجبة الصغار. كما تلاحظون أن كلمة petit في الأصل أنها تكتب بدون S. طبعا كلمة petit, إذا نقول صغير, le petit. Le petit يعني صغير. طبعا هنا عندنا les petits, يعني الصغار. طبعا نضيف S. لكن S هنا أنها تأتي للدلالة على الجمع. إذن أما في كلمة غوبا فأس هي في أصل الكلمة طبعا في الجمع لن نضيف أس على أس بل تبقى أس الأصلية غوني أ بريباري طبعا هذا سي لو فيرب بريباري إذن نتكلم هنا عن لو فيرب بريباري préparé طبعا حنا تنتكلموا على لو فيرب préparé ما تكونش عندنا هذه ولكن غتكون عندنا er
طبعا هاد ار تنطق اي كما في كلمة مثلا مونجي مثلا مون جي إذا عندنا ار تنطق اي مونجي يعني أكل لو فيرب مونجي يعني فعل أكل هنا عندنا لو فيرب بريباري طبعا هنا مصرف مع افوار كما ذكرنا فيما سبق إذا نقول روني أ بريباري روني أ بريباري يعني أن روني هيأ من قبل طبعا نتكلم هنا عن لو باسي كومبوزي لو باسي كومبوزي هو نوع من الماضي في اللغة الفرنسية طبعا سنراه فيما بعد يدل على الماضي إذا روني أ بريباري إذا نتكلم على لو فيرب بريباري بري لو فيرب بريباري لو فيرب بريباري ينتهي بأر على فان إذا تنتهي من المجموعة الأولى هادي غنعرفو من بعد حتى هي هذا لو فيرب بريباري كما قلنا إذا روني أ بريباري كما تنشوفو كما ذكرنا فيما سبق هاد الفعل مسبوق بهاد أ هاد أ ديالاش ديال أفواغ كما ذكرنا هذا الشيء يعني يعني بأن هاد الفعل مصرف في الماضي ما قلناش هنا هنا لم نقول روني بريبار روني بريبار طبعا هادشي غنعرفو من بعد عندما نقول روني بريبار ما كاينش شي حاجه زايده هنا اذا عندنا روني بريبار هذه الجملة تعني روني يهيئ الآن روني يهيئ روني يهيئ الآن إذا نتكلم عن لو فيرب بريباري اللي ذكرنا هنا أو بريزون لكن هنا عندنا روني أ بريباري يعني أن روني هيأ من قبل يعني أن هذا الفعل في الماضي شكون اللي تبين لنا بأنه في الماضي لأنه جاء مسبوق لأنه جاء مسبوق بمساعد جاء مسبوق بمساعد اش من مساعد لوكسيليير افوار لوكسيليير افوار اذا نتكلم هنا عن اوكسيليير اوكسيليير اذا نتكلم عن مساعد المساعد افوار هنا طبعا ما تيجيش على شكل فعل تيجي هنا على شكل مساعد امتى تيكون فعل امتى تيكون هاد افوار فعل ملي تيكون مورا اسم عندما اقول مثلا غوني غوني ا ولكن ما غنديرش مورا فعل غندير مورا اسم غوني ا سي كلي مثلا سي كلي سي كلي يعني أن غوني عنده مفاتيحه إذا طبعا هنا هذا فعل يعني أنه تفيد لنا الملكية فيد لنا هنا الملكية غوني عنده مفاتيحه يعني أنه يملك مفاتيحه إذا هنا تيجي ليدل على الملكية إذا هذا نفسه هو أفواغ لكن هنا أتى كفعل لانه ما جاش مورا فعل اخر باش يساعدنا باش يصرفوا لنا في الماضي مثلا كما عندنا هنا بل اتى وحيدا قبل اسم اذا هنا هو فعل لكن هنا عندنا غوني ا بريباري يعني ان غوني هيأ ولكن من قبل هيأ من قبل غوني هيأ من قبل طبعا اللي عندنا هنا مستهدف هو لو فيرب بريباري طبعا في هذه العبارة اللي مستهدف عندنا هو لو فيرب بريباري هو فعل هيأ إذا لو فيرب أفواغ هنا فقط ساعدنا باش نصرفوا لو فيرب بريباري طبعا الحالة غنشوفوها مع أفعال كثيرة ثم سنتدرب عليها بشكل جيد مع أفعال أخرى إذا عندنا غوني أ بريباري لو روبا يعني أن غوني هيأ الوجبة وجبة من دي بوتي شنو هي هاد دي هي الجمع
ديال دو هي الجمع ديال دو كما عندنا هنا voici le père de René voici le père de René إذا نتكلم عن أب روني أب يعود إلى روني تصور معي نتكلم عن إخوة يعودون كلهم لروني أو نتكلم عن أباء يعودون لمجموعة التلاميذ إذا طبعا ما غنستعملوش ده غنستعملو دي بحال دابا هنا تنتكلمو على لوروبا ديال الصغار نتكلم هنا عن وجبة تعود للصغار لا تعود إلى صغير واحد لو كانت هذه الوجبة تعود لصغير واحد لاستعملنا هذا نقول لغوبا دي بوتي ولكن هنا عندنا هذه الوجبة تعود لمجموعة صغار إذا طبعا نستعمل هاد دي إذا غوني أبريباري لغوبا دي بوتي إذا طبعا لي بوتي المقصود بهم الصغار نقول مثلا le petit enfant اذا المقصود بها الطفل الصغير نقول مثلا le petit le petit enfant le petit enfant اذا نتكلم عن الطفل الصغير le petit enfant إذا نتكلم هنا عن les petits طبعا نضيف هنا واحد الاس خاصة بالجمع نضيف اس خاصة بالجمع في اللغة الفرنسية الجمع ديال الكلمة أنه تكون منتهي بأس طبعا لا نتحدث عن الكلمات اللي تتكون في الأصل ديالها عندها اس في الأخر طبعا مثلا هنا نتحدث عن l'Europe هاد الكلمة في الأصل ديالها عندها أس في الأخر والجمع ديالها كيفاش غيكون تتبقى عندها أس ولكن كاين كلمات أخرى ما تتكونش عندها في الأخر ديالها أس بحال كلمة بيتي ولكن وفي الجمع نقول لي بدل هاد لو نقول لي ثم بيتي ثم نضيف أس إذا المقصود بها هاد أس ديال الجمع إذا حتى لا نطيل نستكمل في الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.